توفي في وقت مبكر اليوم الاثنين 29 من مايو أيار الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر نهز 81 عام، وذلك بعد وصوله إلى مشفى دار الشفاء في العاصمة دمشق. والروماني ولد في دمشق وهو شقيق الفنان هاني الروماني، وكان قد غاب عن الساحة الفنية فترة طويلة امتدت نحو 40 عام قبل ما يعود العام الفائت، حيث شارك بمسلسل على قيد الحب، وبهيدا العام شارك بمسلسل مر بالعز. وبمعرض الحديث عن سيرته الذاتية قال الروماني: وقفت على خشبة المسرح عندما أسند إلي دور صغير في مسرحية الليلة الثانية عشرة لشيكسبير، ثم شاركت في مسرحية تاجر البندقية وعدد من الأعمال المسرحية العالمية مع شقيقي هاني. أقحمت شام الذهبي نفسها بخلاف جمهور الفنانتين المصريتين شيرين عبد الوهاب وأنغام حول أي منهما الأحق بلقب صوت مصر، لافتة إلى أن والدتها الفنانة السورية أصالة نصري الأحق بيناتهم. وبلقاء لها بأحد البرامج سئلت الذهبي عن رأيها بمقارنة النجمتين وأي منهما بتستحق لقب صوت مصر، لترد: ما بحب المقارنات. ولم تكتفي الذهبي بالرد، بل أشارت إلى أن والدتها الأحق باللقب من غيرها، مشيدة بخامة صوتها والطبقات اللي بتستطيع غنائها، مؤكدة أنه لا أحد بيمتلك مثل صوت والدتها والمساحات الغنائية اللي بتستطيع تحقيقها. وأوضحت أنه أحقية والدتها باللقب تعود لكونها صاحبة المسيرة الغنائية الأطول والأكثر تأثيراً، وقالت بفخر واعتزاز: ما بقدر شوف غير أمي أصالة هي صوت مصر الأول، وما في حدا مثل صوتها، وبقى لها سنين كتير بتغني، فبالنسبة للصوت الأول والأخير أصالة. يا قلوب اصطفوا ألوف وما يكفوا عالصفين نحي حسين. بهيدي الكلمات بدأ وليد توفيق أغنيته اللي أهداها إلى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير لحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف. وشارك وليد توفيق الأغنية على إنستغرام وكتب بالبداية بعض من كلماتها، وإجا فيها: يا قلوب اصطفوا ألوف وما يكفوا عالصفين نحي حسين ابن الأشرف دنيا ودين، العجبين وما بيعلجبين والعز بكفه، والتهاني بالعالي للغالي ابن الغالي، ورجوة بدر الليالي هنوها وزفوا. وبعد كتب إهدائه وأتمنى دوام الفرح بالأردن قائلا: إهداء إلى الأردن الحبيب بمناسبة حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير لحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد، من كلمات نزار فرانسيس، ألحان وغناء وليد توفيق، ودامت الأفراح عامرة في الأردن الحبيب.